بسم الله على بركة الله. دابا غادي نوجد الغداء، غادي ندير واحد الوصفة راها معروفة. غادي ندير الفلفلة معمرة، عندي الفلفلة، عندي بطاطا منقية ومقطعة، عندي حبة البصلة مشلضة، عندي المعدنوس، عندي هنا الكمون، فلفلة حمراء، الإبزار، الملحة، عندي هنا 250 غرام ديال الكفتة، عندي ها الزيت مقطع. وغادي نبدا دابا نديرهم في المقله. ندير شويه زيت الزيتون، واللي ما عندوش زيت الزيتون يدير زيت المائده. غادي نزيدوا البطاطا، من بعد ما تشحرات البصلة والبطاطا ديالنا ونزلو، عاد نزيدو مقادير الفرن. غادي نزيدو العدنوس مقطع، ومن بعد هي وجدت الحشوة ديالنا. غادي نطفيو عليها وغنمشيو نعمرو الفلفل. كندهنو الماطا ديالنا مزيان بالزيت باش ما تلصقناش، وكنمشيو نبداو نعمرو الفلفله ديالنا. هاد الطريقه ديال الفلفله معمره راه معروفه، ولكن مني كلها كنعمرها بطريقته انا. هادي الطريقه اللي كندير لها التعميره. هادي راه كتجي بنينه بزاف، وكاين اللي كيعمرها بالروز ولا كله باش كيعمرها. ودابا حنا عمرناها وسالينا ودرناها في اللاطه باش غندخلوها الفران. ودابا ها هي وصفتنا وجدت. من بعد ما وجدت بغيتكم تشوفوها. انايا كنبقى كنديرها في الفران حيت عندي الفران ديال الغاز، كنحشيها في الفران من التحت كنبقى مقابلاها حتى كتحمر. ها هي دابا راه واجده. وهذه لي سلطة ديال المكرونيه مسلوقه، كندير فيها في الاول فاش كتجي تسلق تندير الماء يغلى وترمي الملحه وشويه الابزار وزويته بلديه، عاد تنديرها تسلق. وملي تسلقت درت معاها الطون وشويه المعدنوس. السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، الصحه مزيان، نتمنى يا ربي تكون احوالكم على خير وبخير. اليوم بغيت نوجد واحد الكيك الكوتي، كيجي زوين وبنين بنين بنين بزاف بزاف. كنتمنىكم تجربوه بالاخص اللي عنده الوليدات يجربوا، راه كيجي زوين ممتاز. وكنتمناكم يا ربي تشجعوني وديروا لي لايك وبارطاج وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ندير بعض البيضات، جوج خميرات حمر، معلقه صغيره ديال القشره الحامض، معلقه ديال الخميره الخبز، مع كاس لارب الحليب دافي، عندي كاس لارب سنيده، عندي كاس الزيت والطحين على حسب الخليط، وعندي هنايا الشكلاط باش غادي نزوق. اي شكلاط عندكم متوفر ديروه.
من بعد ما كتخلط مزيان عاد كنزيدوا الخميره. الخميره كنخليها هي التاليه، ها انتما كتشوف الخمارات هما التاليين. دابا من بعد ما خلطنا الخميره صافي غادي نديروها، نجيبو اللاطه. ها هي اللاطه كنكونوا موجدينها ودايرين فيها الكويسات ديالها اللي غادي ندير فيهم المسكوت، او الكويغطات ديال المسكوته كتشريهم عند مول الحلوه، انا من عندو خديتهم. ودابا غادي نديرو فيهم الشكلاط باش ملي يطيبو يجي في وسطهم لداخل. ودابا ها الكيكات ديالنا من بعد ما وجدو، هانتوما كتشوفوهم كيف جاو، جاو زوينين كيجيو مزيونين وعاطيين المنظر. ملي كيطيبو كنديرو عليهم شويه الشكلاط في الوجه وكنزوقوهم بشويه الكركاع ولا اللوز ولا اللي عندكم متوفر في الدار. وبالصحة والراحة.